شكرا. طاهر مبارك المندوب الجهوي الثاني في الحي بصفاقس. احنا اليوم عندنا ورشه انطلاق مشروع التوكيل الاقتصادي عبر التمويل التشاركي، هذا احد العناصر المدرج ضمن مشروع التنميه في الحي مندمجه مع تبنيه كبيره عليه منزل شاكر والحنشه. تعرفوا انه المشروع هذايا عنده أهداف رئيسية، وخاصة هذه عنصر من العناصر الأساسية اللي متعلق بإنجاز مشاريع بفائدة صاحبي الشهادات العليا والمرأة الريفية وكذلك صغار الفلاحين عبر التمويل التشاركي. اليوم جاء معنا مكتب دراسات اللي مكتب دراسات تونسي إيطالي مختص في الميدان هذايا، واللي احنا توا الجلسة هذه اشرف عليها السيد الوالي، دونك معناها تدرج في 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 النطاق هذايا. وحاولنا احنا بارتو دي مويان باش نعرفوا اول حاجه بالعنصر هذايا، اثنين معناها في طريقه العمل المتوخى. تعرفوا ان اختيار مكتب الدراسات هذايا دونك تم انطلق فعليا في 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 مرحله الدراسات من جوان 2020. دونك مكتب الدراسات هذايا بدا بزيارات ميدانيه في معتمديات للتعريف الصعبي به كمكتب دراسات، هذه في المرحلة الأولى. واثنين معناها دونك باش يخلق سلسلة التواصل بينه وما بين المستفيدين من المشاريع هذه. الحاجة المهمة أنه في المشروع هذا عندنا احنا السبعة تشاركين. مندوبية الفلاحة مش تخدم وحدها، مش تخدم دونك بالتشارك مع جميع المتدخلين محليا وجهويا. احنا نادينا من قبل بتحديد لجنه قياده نتاع المشروع هذايا باش معناها نكون اكثر شفافيه في انجاز مشاريعنا، خاصه المشاريع هذه واختيار المشاريع لفائده صغار الفلاحين، كما قلت معناها لفائده عتيمه على مل المراه الريفيه. اليوم اول جلسه على المستوى الجهوي اللي باش تصير، وباش تليها بيان سور برشا جلسات. من التساؤلات اللي صارت لهنا اليوم هي كيفية اختيار المعايير لاختيار المستفيدين من المجتمع هذايا، وهذا أول حاجة باش يعمل عليها مكتب دراسات، لأنه باش يعاود يرجع على المستوى المحلي باش يشوف خاطر خصوصيات كل معتمدية، وباش منها هي نحدوا المعايير باش نطبقوها بعدين. خاطر مش معقول انه باش احنا نقولوا هيا تعطينا مشاريع وبعد لا انت مشروعك ما يستجيبش وانت مشروعك ما تجيب، لا لازمنا نحدوا المعايير في المرحله الاولى نتفقوا عليها محليا وجهويا، وبعدين دونك باش تصير معناها عمليه اختيار المشاريع هذه. الحاجه الاساسيه زاد كيف كيف مركزين عليها في المشروع هذه هو مرافقه الباعثين المشاريع هذه، خاطر ما يكفيش انك باش تعمل مشروع، يلزمك اول حاجه الجدول الاقتصاديه نتاعو، اثنين الديمومه، خاطر اذا كان احنا ما عندناش ديمومه في انجاز المشاريع هذه معناها عباره ما عملنا حتى شيء. دونك هذه الاساس. يكفينا من المشاريع اللي تعطيني مشروع ويخدم عام وعامين ومن بعد يندثر، احنا حشدنا بالديمومه. ليش؟ لانه تعرفوا ان مستوى المؤشرات نتاع كل معتمديه في نسبه البطاله نتاعها ماذا بينا اذا كان كل مشروع يخدم لنا معناها عدد معين من العاطلين على العمل، يكون على الاقل ان ساهمنا بدرجه او باخرى في 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 انجاز معناها في الرفع معناها من معناها هو التمويل اسلوبي. ايوه دونك نعرف احنا الشروط تاع البنوك الاسلاميه شروط كسحه برشا. اثنين كما راهو حتى هامش الربح تتفرج انت تشوف يشرط عليك المزود، انك راه مش تاخذ من تاني مزود اللي انا عندي انا لانه هو في داخل المنظر، شكون يقول لي داخل المنظر؟ اثنين يشرط عليك بنكة اخرى معناها دوك هو فون مصبوب في فون اخر، هناش نلقاو نسبه كبيره من القرض مش تمشي. دوك انا شو نقول لك تعرفش تشري شو تعرف تبيع، اذا مش شراء الجون يلقى روحه يصرف أنا هنا لازم مش خلونا مثلا لا لا, لا 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 مش بالكيفيه هذه. شوف احنا اول حاجه الاعتمادات المخصصه للمشروع هذا للعنصر هذا هو 14 مليون دينار من جمله 67 مليون دينار، معناها حسب معناها قيمه الصرف في 2016. ممكن من 14 مليون دينار باش تنضاف حتى اكثر في التو نتاع زيادة تاع العملة الفرنسية. هذه حاجة. اثنين احنا اللي حاجتنا به هي المؤسسة، اختيار المؤسسة هذا الشرط المركب الأول
باختيار مؤسسة أو مؤسسات مالية. احنا اللي حشدنا به هو ماذا بينا عدم أكثر من المشاريع تكون عندها جدوى. أنا رأنا مش نتنلو فيه عدد أكثر من المشاريع تكون عندها جدوى. هل عدد تقليل المشاريع عندها جدوى؟ لا لا لا. كشفوا للتمويل البعيد مش تعمل مشاريع ما عندهم مش نجح. لا نشوف. رأوا مش معناها احنا مش نقولوا كثرة معناها مشاريع. حشيش أنا مشروع بتاع 20 مليون و10 ملايين معناها ما هوش مشروع بصراحة باش يكون اكزاكتومون باش يصلح لك وباش يخلق لك فرص تشغيل وكل شيء. احنا اذا كاني بال 14 مليار يلزمني نعملوا 5 6 مشاريع وتكون عندها طاقه تشغيليه صحيحه. دونك انا نمشوا في السونس هذا. انا مش مشكلتي انا باش نعمل 100 مشروع وفي الاخر خلاص الديمومه ما نقول كان 10% ولا 20%. موش هذا من اهداف المشروع. دونك اهداف المشروع هو انه تمكين كما قلت لك عدد اكبر ممكن بيان سور معناها بالفرضيه ان يلزم تكون الجدوى والديمومة. اذا كان ما ثماش جدوى ديمومة سيصير عليه يزينا من المشاريع كما قلت لك اللي 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 تم انجازها وما فيهاش العنصر هذايا. يا اخي احنا تو هاو نشوفوا في شيء عالي اليوم الفلاح اكثر حاجه يعني فيها الفلاح هي مشكله التسويق اليوم. راك تشوف معناها دونك الفلاح اليوم معناها ما بين الوسيط وما بين وما بين المستهلك. شوف انت فلاح باش يبيع وهكا معناها دونك تيفوا المستهلك باش يشري. اي في الوسط شكون؟ ثم وسطاء معناها دونك تيفوا اللي تغلط على الشيء هذا. احنا اذا كان نوصلوا نفكروا في فكره المشروع في الجدوى نتاعو في الديمومه نتاعو في التسويق نتاع المنتوج نتاعو ونكونوا هكاك على الاقل عملنا مشاريع عندها جدوى اقتصاديه واجتماعيه دونك لصالح الجهه. ان شاء الله معناها دونك احنا كما قلت نعاونوا برشا على جميع المتدخلين في المشروع. وكما قلت لكم انا مندوبيه الفلاحه مش باش نخدموا حد وباش نخدموا بكامل الشفافيه وما عندنا ما يخدم. بالعكس انا اذا كاني معناها مشروع بالاتفاق نتاع الجميع ما عندوش يا الجدوى سيصير ريان دو فان. واذا كان احنا تو احنا مكتب دراسات من المهام الاساسيه نتاعو هو مرافقه باعثي المشاريع. دونك سي سا وتذليل الصعوبات ليهم. واحنا راهو ماهوش كيما نقولوا معناها مؤسسه ماليه فوق راسها ريشه. دونك مؤسسه ماليه زاد كيف يلزم معناها دونك اختيارها زاد حسب زاد شروط وكذا وكل شيء اللي باش تخلينا اني هي في روحها باش تساهم في كلفه انجاز المشاريع خاطر لانه الفلوس هذه باش تعطى في شكل قروض وكل شيء وقيود وقروض ميسره وحسب انا انت تقول لي بنك اسلامي انا ما نكذبش عليك ما نعرفش الشروط نتاعهم سي بتاتر اروفوار في بعض النقاط وحاجه كما كان. وهذا من الشيء اللي احنا تضافر كامل الجهود كان احنا نوصل جميع المتداخلين من السلطه الجهويه من مندوبيه من مجتمع مدني من اعضاء مجلس النواب زعما ما نكونوش قادرين باش نغيروا فكره من الافكار نتاع بنك. هو تشوف الشرط الاساسي ديما عاود كلمه تكون التمويل ولا تكون الاموال بالطريقه الشرعيه. والله اسمع تخضع للشريعة هي كانت حدات تخضع حتى انا قلقتني شويه الكلمه في الصوص نتاع معناها دونك شوف معناها اذا كان هذا مقصود بها الفوائد ما تكونش برشا ولا نمشي معاك نقولوا فوائد ما تكونش برشا تخضع للشريعه ومن مولا كان بنك كيفنا احنا موجود في الشريعه ما يحو كان يكون مربوط بالشريعه اشكال مش معناها دونك هذا اللي حاشدنا به دونك انه ننجزوا مشاريع نعملوا تنميه افكتيفمون حسيه التنميه نتاع كما ذكرنا توت الور انه تدخل المشروع هذايا في ثلاث معتمديات اللي يمثلوا 48% من مساحه ولايه سفاخ هي ديجا منزل الشاكر منزل الشاكر اكبر من ولايه من ولايه ثم ولايات الجمهوريه منزل الشاكر كمعتمديه هي اكبر. انا بيرعلي بخلاق في التيفون نعرفوا راهو شوف من يجزي المخلوق كان خلق وراهو معناها دونك حتى كي نوصلوا باش نعملوا مشاريع هذيا باش ندافعوا عليها باش نخدموا حتى عنصر البنيه التحتيه اللي مثل 60% من قيمه انجاز المشروع. طبعا عندنا فيه 60 كيلومتر من المسائل الفلاحيه الطلبات حتى اكثر من 60 كيلومتر. واحنا ايش قلنا؟ هات ننطلقوا بركه في انجاز العنصر لان عندنا معناها تقييم نصف المرحله باش نحاولوا نقنعوا بها زاد كيف المرور نتاع المشروع على اساس اضافه بعض المسالك الفلاحيه الاخرى. واحنا ان شاء الله قادرين في الشيء هذا. علاش؟ لانه في التقييم نصف المرحله باش يقيمونا على ما تم انجازه حتى العناصر اللي احنا نشوفوا فيها اليوم فيها بعض الاشكاليات في انجازها احنا من تو بدينا نفكروا في عناصر اخرى معناها
باش نغيروا بها العناصر هذه وباش نكونوا جاهزين زاد في الدراسات في التقييم الناس في المرحله المباشره.